زي ما قلت لك يا احمد، يمكن احنا هنعمل الحوار ده عشان في حاجات مهمه في حياتك الفتره ديت، فالكلام مش مجرد للكلام، ولكن عايز اعرف التغيير اللي حصل لاحمد عز في الفتره ديت، نجوميه جديده، نجاح فيلم وبدايه فيلم مع ساندرا، واختيار الجماهير، وانا بقول ان جايزه الجمهور لما الجمهور بيختار في استفتاء نجم بيبقى هو ده نجم 2007، اعتقد مسؤولية جديدة وبيبقى في ربكة في حياة البني آدم. فأنا عايز أعرف حياتك شكلها إيه الفترة دي ما بين 2007-2008. أنا من الناس اللي اختيار الجمهور ده بيعمل لي حالة من التوتر، لأن أنا عايز أبقى بحافظ عليه. حصل قبل كده برضو في 2005 أيام ملاك اسكندرية في الاستفتاء ده، برضو حصل الحمد لله، وجاء تاني في 2007. أنا نفسي أواظب على ده، نفسي أواصل ده، نفسي إن أنا أعمل أفلام الناس تحبها والناس تقبل عليها. الحب الجمهور ده بيخليني زي ما بيقولوا رجلية تبقى ماسكة في الأرض أكتر، يعني بحمد ربنا على الشهرة والنجاح وكل حاجة، إنما أنا عايز حب الناس يزيد، مش عايز شهرة فرقعة، عايز شهرة حب الناس فعلا. لو كانوا النهاردة عدد فبكرة يبقى عدد يزيد، هو ده اللي أنا بسعى له. ده مش هيحصل غير لما أنا أشتغل مع مخرجين مهمين جدا، مخرجين يعلموني حاجة جديدة، وده الحمد لله ربنا مسهل لي في ده. اشتغلت مع ساندرا وعمر عرفة، ورجع تاني اشتغل مع ساندرا وغير المخرجين اللي اشتغلت معهم قبل كده، كامل أبو زكري وأستاذ مجد أبو عميرة في التلفزيون، ويعني مش عايز أنسى حد، بس ربنا مسهل لي الحمد لله بشتغل مع ناس محترمة جدا، ده اللي أنا عايز أواظب عليه. يعني أنا برضو عايز أعرف حتة إن ما بين ساندرا وعمر عرفة ليه، يعني شوية ساندرا بعدين دخلت مع عمرو وبعدين ريحت مع عمرو وبعدين دخلت تاني مع ساندرا، يعني هل كنت عايز تجرب؟ يعني ما يتقالش ان ده نجاح ساندرا، يعني ان انت شغلك اكتر من مرة مع ساندرا وبتنجح فيه، ان ما يتقالش ان لا ده احمد بينجح عشان ساندرا هي اللي عاملة الفيلم فحابب تثبت وجودك مع مخرج اخر، ولا كنت شايفها ازاي؟ انا لما بنجح الحمد لله طبعا بفضل ربنا، وبقولها للمره المليون، انا نجاحي ده نجاح المخرج قبل ما نجاح انا. اذا كنت نجحت في ملاكي او في الرهينه فده لساندرا، لان هي مخرجه متميزه عرفت تطلع مني حاجه جديده. لو كنت نجحت في الشبح بعد فضل ربنا سبحانه وتعالى فده برضو لمخرج متميز. انا على طول النجاح بالنسبه لي هو المخرج. لو المخرج كويس فانا اوريدي كويس، لان انا في الاخر انا اداه في ايد المخرج، يشكلني زي ما هو عايز. انا ولو ربنا اراد وكرمنا في الفيلم الجاي فبرضه هنسيبه لساندرا، لان ساندرا مخرجه متميزه ومخرجه شاطره، وما انسلهاش اللي هي غيرتني وقلبتني 180 درجه في ملاك اسكندريه. فما عنديش مشكله ان انا انسب النجاح لمخرج او كده، بالعكس دي حاجه يسعدني وحاجه انا باكد عليها في كل الاعمال. في بعض جيلك بيفتكروا ان المخرج مش مهم، انما نجوميه الفنان هي اللي بتعمل الايراد، والدليل على كده ان مثلا في بعض المنتجين بيجيبوا النجم الاول وبعد النجم ما يجي النجم بقى هو يجيب مخرجه ويجيب الممثلة اللي هتمثل معاه، لأنه هو بيبيع على اسم النجم. لا أنا في رأيي ده غلط طبعا، لأن المخرج ده أهم حاجة. المخرج ده رب العمل. والسيناريو دول الأب والأم الشرعيين لأي نجاح فيلم أو أي نجاح عمل، المخرج والسيناريو. بالنسبة لنجاح الشبح، هل أنت كنت متوقع النجاح دوت أنه يوازي نجاح ملاكي اسكندرية، وخصوصا يمكن أن الفيلم اللي بعد ملاكي اسكندرية محققش النجاح بتاع ملاكي اسكندرية؟ هو خليني اجاوب بالعكس، هو فيلم الرهينه لو قسناه بالنجاح المادي فهو ما قالش تماما عن ملاك اسكندريه، ولكن هو اختلف حواليه الاراء، انما لو النجاح المادي هو ما يعني كان في حاجه ناقصه الفيلم ده، مش عارفه ليه يعني ما وصلش للناس. ليه؟ اصل انت الاكشن الكتير، وبعدين انت خارجه من ملاك اسكندريه ما فيش الفيلم، ما حدش قال عليه حاجه. فعشان لما حد قال على فيلم حاجة، ده الطبيعي على فكرة، مفيش نجم في العالم كل أفلامه، لا طبعا مش مفيش حد هينجح، يعني حتى عادل إمام وأحمد زكي زي أنت ما قلت عندهم 100 فيلم حلو وعندهم 30 فيلم وحش. علي مش وحش بس بيبقى عليه يعني قوي يوسف شاهين نفسه بالزبط. يعني مش هي دي سمة الشغلانتنا دي. إنما أنا حبيت في 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 رهينة أنا ومع طبعا مع ساندرا ومع أستاذ وائل عبد الله، إن احنا نحط في فيلم كل حاجة. يمكن ده السبب، حبينا ان احنا نتكلم في موضوع الساعة وقتها الفتنة الطائفية ولسه موجود لحد دلوقتي، حبينا نعمل اكشن، حبينا نعمل مش عارف ايه مكان، يمكن الوحدة نفسها. انما انا سعيد جدا بالفيلم ده، لانه ساندرا طلعتني بشكل جديد ان انا ممكن اضحك. فتعلمت الحمد لله، ونجاحه المادي كان كويس، فانا راضي بده، ولسه هعمل حاجات عالية جدا وحاجات اقل شوية، ودي سنة الحياة.